بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم ما عملنا في هذه السنة مما نهيتنا عنه فلم نتب منه ولم ترضه ولم تنسه وحلمت علينا بعد قدرتك على عقوبتنا ودعوتنا إلى التوبة منه بعد جرأتنا على معصيتك فإنا نستغفرك فاغفر لنا وما عملنا فيها مما ترضاه ووعدتنا عليه الثواب فنسألك اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام أن تتقبله منا ولا تقطع رجاءنا منك يا كريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم